السلام عليكم، مساء الخير. نتمنى انكم ارتحيتوا في هذا الويكاند. هذا الناس اللي حضروا في الايفنت كنشكركم بزاف، الناس اللي صيفطوا لي ميساج كنشكرهم نتوما بزاف. دونك انا غادي نشوفوا ديك التجربه فين وصلت. يعني هذه السيمانه هذه حاليا ما درنا والو، تسنينا الشركه ديال لا ليفريزون باش نشوفوا اشنو وقع. انا بارطاجيت معكم في هذه الستوري اللي قبل من هادو السكرين ديال داكشي اللي وصلنا ليه لحد الساعه. دونك كاين عندنا 104 ديال لي كولي ليفري، 55 اون اكسبيديسيون، 20 روتور. يعني هادو هما الحوايج اللي عندنا حاليا. غادي نشوفوا يعني بهذا الشيء اللي عندنا، غادي نشوفوا ديجا واش حنا كنديروا نيت شي حاجه، واش بدينا كنربحوا شي حاجه، واش دخلنا شي حاجه ولا ما دخلنا والو. دونك انا درت واحد العمليه حسابيه دغيا بهاد الاحصائيات اللي عندنا. انا غادي نشوفوا كل حاجه بوحدها. دونك انا غادي نحطوا اول حاجه نشوفوا واش شنو كاين فيه. هنا قلنا وصلنا 104 ديال لي كولي ليفري. غادي نجي لهنا غادي نحط التوتال ديال المبيعات. عندنا واحد 104 ديال لي كولي ليفري ونشوف شحال عطاتنا. دونك كل برودوي حنا كنبيعوه ب 99 درهم مضروبه في 104. انا غادي نشوف شحال غادي تعطينا. عطاتنا واحد مجموع ديال المبيعات ديال 10296 درهم. هذا كيتسمى لو شيفر دافير، يعني المجموع ديال المبيعات 104 ديال داكشي اللي بعنا ب 99 درهم. حيت اصلا انا كنت داير 99 درهم ودير ليفريزون فابور حصلنا على واحد 10000 درهم ديال المبيعات. هنا غادي نشوفوا لو بري داشا. يعني هنا سي بون، انا غادي نبداو نحيدوا لي شارج اللي عندنا. لو بري داشا لو برودوي الطقم عليا، يعني انا غادي بارطاجي معكم الطقم عليا ب 8 درهم. يعني لقيت ان برودوي كيدير نورمالمون 6 درهم، ولكن حيت كناخذ واحد لا كولور كناخذو ب 8 درهم. يعني هنا غادي ندير ما غاديش ندير 8 مضروبه في 104، ولكن هنا غادي ندير 8 درهم مضروب في المجموع كامل في هاد 181 كامله. يعني حيت هادي كامله شريتها، دونك خصني ندير 8 درهم مضروبه في 181، يعني في المجموع ديال داكشي اللي شريت كامل. دونك هنا سي بون، درنا 8 درهم مضروبه في المجموع ديال داكشي اللي شريت. يعني كلشي تقام عليا ب 1448. هنا لومبالاج تقريبا كيتقام عليا هو والاتيكات والسكوش تقريبا واحد 3 دراهم. دونك انا غادي نعاود ندير عاوتاني 3 دراهم مضروبه في 181 عاوتاني، يعني في المجموع ديال كلشي اللي صيفطت، ماشي داكشي اللي تليفر، يعني داكشي اللي خسرت اللي حطيت كامل في المجموع. دونك انا غادي تعطيني 543. هنا غادي نحط شحال خسرت في الادز. الادز كنت انفيستيت نورمالمون حطيت 200 دولار، ولكن انا كنت حبستها. يعني شفتوا الوقيته فاش حبستها، يعني انا تقام عليا في التوتال ديال الادز لا تقام عليا ب 123 دولار، ما يقارب تقريبا واحد 1230 درهم. يعني غادي تقام بقل، ولكن حنا غادي نديرو هنا 1230 درهم ديال الادز. مزيان. هنا غادي نشوف لي روتور، يعني غادي نحيد لي روتور اللي عندي. الاوبراتور هي كتحسب 15 درهم على كل روتور. هنا عندي 20 روتور وعندي 55 اكسبيدي. هنا شنو غادي ندير؟ انا غادي هاد اكسبيدي يعني مازال ما تليفرات، كاينه في البوان دغولي في المدن ديالهم، ولكن مازال ما تليفروش. هنا انا غادي نفترض بلي ان هاد 55 زائد هاد 20 كاملهم روتور، يعني هنا غادي يكون عندي واحد التوتال ديال 75 روتور. غادي نفترض بلي انا عندي 75 روتور، يعني حيت مازال ما تليفراتش غادي نفترض ونشوف واش انا رابح ولا لا. دونك انا غادي ندير واحد العمليه حسابيه دغيا. اوكي، قلنا هنا الروتور 75 مضروبه في 15 درهم ديال الروتور، سي بون. يعني هنا 1125. وهنا غادي خصني نحسب التوتال ديال داكشي اللي ليفرات. لا ليفريزون تقريبا كتقام عليا بواحد لا مويان ديال 35 درهم 20 درهم في اكادير، حيت انا اختاريت غير المدن الكبار كما شفتوا في الاد. دونك انا اختاريت غير اكادير، طونجي، كازا، مراكش وبعض المدن الكبيره. يعني هنا نقدروا ناخذوا لو بري اللي كيتعاود بزاف، يعني في المدن الكبار بزاف كاين اون مويان ديال 35 درهم هي اللي كتعاود بزاف. يعني هنا في لا ليفريزون غادي نفترضوا بلي درينا كلشي ب 35 درهم. هنا عندنا العدد ديال داكشي اللي تليفرا هو 104، يعني غادي نهز 104 ونضربها في 35 ونشوفوا شحال غادي تعطينا. 104 مضروب
35 درهم. يعني تقريبا انا زيت لي شارج كاملين يعني كاع داكشي اللي خسرنا حطيتهم انا، هذا هو التوتال ديال المبيعات ديالنا، هادشي اللي خسرنا كامل هاد التجربه هادي. وهنا غادي نشوفوا التوتال، غادي نجمع التوتال ديال هاد لي شارج ونشوف شنو غادي يعطينا. فاش غادي نجمع التوتال ديال لي شارج غادي يعطينا تقريبا عندنا 7986 درهم. يعني من هنا كيبان لينا بلي اننا رابحين، يعني لي شارج قل من داكشي اللي ربحنا. هنا غادي نشوفوا لحد الساعه شحال وصلنا. دونك غادي ندير انا التوتال ديال المبيعات ناقص التوتال ديال لي شارج ديالنا، يعني لحد الساعه وصلنا زائد، يعني هنا رابحين واحد 2310 درهم. يعني في التجربه هذه مع العلم انني ما كونفيرميتش بزاف ديال لي كوموند الا تبعتوني مزيان، يعني مع العيا وخدام بوحدي، مع العلم ان فطرنا كاين واحد 55 كوليا مازال اون اكسبيديسيون، حنا غير فطرنا انها رجعت رجوع، يعني تيلا رجعت كامله رجوع، حنا فتنا داك لو سو دو رونتابيلتي، يعني حنا هنا رابحين واحد 2310 ديال الدراهم. دونك داكشي وحيدنا كاع لي شارج كاملين، يعني حيدنا لي شارج ديال باش شرينا باش لومبالاج، يعني حاولنا نحيدو لي شارج كاملين. يعني هنا شفنا بلي رابحين شي زوين كيفرح، لكن السؤال اللي كيتطرح هنا هو في شحال ديال الوقت درنا هادشي هذا، يعني شحال ديال الوقت تطلب لينا باش اننا نوصلوا لهاد الشفر هذا، اللي هو حقيقة شفر ما بيش لا بأس به بالمقارنة بالاستثمار اللي درناه، بالمقارنة بالمسائل اللي درنا كاملين. هنا واخا هاد الشفر مزيان كاينين بعض المشاكل هاد الحوايج ان شاء الله غادي نحاول نتطرق ليهم في اون فيديو اللي تكون بلو كلير على شي حوايج اسونسييل، يعني شي حوايج اخرين اللي ما وريتهمش انا في لي ستوريز. ان شاء الله غادي نحاول نلوي على هاد المسائل كامله، على التجربه كامله، نشوف لي ديتاي اون ديتاي، يعني شي حوايج اللي ما باينينش انا غادي نحاول نتطرق ليهم، يعني حيت بزاف ديال المشاكل لو برودوي واخا هكاك، يعني شي حوايج عندها علاقه بداك لو برودوي غادي نوري لكم ان شاء الله. كاينين بزاف ديال المسائل، غير انا بغيت نوريكم فين واصلين حاليا، يعني حاليا اوني بيان لحد الساعه. ابخي الا كان شي جديد كان شي تطور غادي نبارطاجي معكم. تصبحوا على خير. لا فيديو بزاف ديال الناس ديجا بعدا بزاف ديال الناس كيشوفوا هاد المسائل، يلا بداو كيتبعوا لي ستوريز، الا ما شفتش ستوريز الاولين راه غادي نحط لا فيديو كامله على هادشي كامل جداد في لاشين يوتيوب. غادي نقدم فيديو من هنا واحد 15 يوم شهر باش ولا واحد 10 ايام 15 يوم، نقدم شي فيديو اللي نعاود فيها كلشي هادشي اللي درنا في هاد لي ستوريز ان شاء الله. باش تفهموا مزيان هاد التجربه، كنشكر كاع الناس اللي التحقوا بينا جداد، كنشكر كاع الناس اللي كيشجعونا، الناس اللي كيسكنون على البرودوي. غير صبروا غير صبرات واحد شويه نعطيكم لو برودوي ان شاء الله، هو مزيان حقيقه مزيان. ابري حاجه وحده، كون ما كنتش رابح، يعني كون ما كنتش رابح في التجربه هادي ما غاديش نتقلق، علاش؟ حيت غادي نربح واحد الحاجه اخرى، واحد الحاجه اللي بزاف كنبيع عليها بزاف، اللي بزاف ديال الناس عارفينها، اللي هي الداتا بيز، وغادي نوريكم ان شاء الله من بعد شنو غادي نديروا الداتا بيز. يعني انا نو غادي نخلي هاد المسائل حتى الغدا باش ما نطولش عليكم بزاف ان شاء الله، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم الاخوان. دونك اليوم عاوتاني كان جوغ فيغي غدار والراحه شويه، يلاه بالدابا كنتمشى في هذا الشتي واللي صحه دابا باقا شويه ولكن ماشي مشكل، زويونه الجو رائع. نحاول نفكر في دي زيدي، نجمع الافكار ديالي. دونك بالنسبه للاخوان اللي سولوني البارح على ديك على الباكوفيس، هذاك الباكوفيس ديال لاسوسيتي ليفرايزون، تما فين كتبع لك ولي ديالك اللي مشاو وكتشوف لي روتو، كتشوف لي تليفرا، كتشوف لي تخلص لي مازال ما تخلصش، هو هذاك الباكوفيس. دونك اي شركه ليفرايزون في المغرب راه عندها هذاك الباكوفيس ديالك باش كتبقى تاجوتي فيه لي كولي اللي غادي يمشيو ولي كتبعهم واش تليفرا ولا باقي ما تليفراوش. دونك لذلك انا كنبغي نقول لكم عاوتاني الا تبعتوا شي واحد في اليوتيوب ولا شي حاجه ما يبقاش يقول لكم 100 كومونت في النهار غير في الفيسبوك يورى لكم في الفيسبوك، لان في الفيسبوك ما عندها حتى شي معنى، فهمتي؟ 100 كومونت خصها تمشي لعباد الله، خصها تليفرا للناس، خصها دار في لاسوسيتي ليفرايزون وتليفرا.